بحيرة مزيريب التي عرفت بجمالها ومكانها المميز للسياح الذين كانوا يقصدونها من مختلف المناطق السورية بدت اليوم مكانا مهجورا قضى الجفاف على مياهها العذبة. تقول مصادر محلية إن جفاف مياه البحيرة يأتي بسبب ازدياد حفر الآبار بالقرب منها، والذي قدر ب3000 بئر حفروا بطريقة عشوائية، بالإضافة لاستجرار المياه بطريقة غير منظمة عبر مضخات كبيرة نحو الأراضي الزراعية. هذه كل جمعة تقريبا كده نجي نفضي عذبان بحيرة مزيريب، أجيب العيال معي نجي نتفضى نتفرج على المياه، وشوفت عينكم المياه جفت بسبب قلة الأمطار، شح الأمطار، هاي أول سبب. والسبب الثاني حفر الآبار حواليها، القرى حواليها. وثالث شغلة كمان ضخ المياه إلى محافظة سويدة ومركز المدينة بدرعة والقرى اللي حواليها، هذا ما أدى لجفاف البحيرة. وشوفت عينكم يعني راحت المياه، الله أعلم إذا ترجع ولا لا. جفاف البحيرة خلف أضرارا كبيرة على المزارعين بالمرتبة الأولى، وأدى إلى توقف عمل مئات الأشخاص الذين يعملون بالقوارب المائية ومنتجي الأسماك وأصحاب المشاريع الصغيرة. بحيرة مزيريب بالإضافة إلى أنها معلم سياحي ومنظر جمالي، هي مصدر رزق لأكثر من 400 عائلة في بلدة مزيريب. أنا عندي قوارب مثل ما أنتم شايفين، أقوم بأخذ السياح بجولات داخل المياه البحيرة، أسترزق من هالشغلة هاي، يعني هي مصدر رزقي. وكثير عائلات منها صيادة السمك، منها الباعة المتجولين، منها المحال التجارية على طريق بحيرة المزيريب كان اعتمادها على بحيرة المزيريب. الآن بعد الجفاف انقطع رزقنا من هالشغلة هاي، وما احنا عارفين يعني بصراحة شو بدنا نساوي. يعني أنا حاليا عم أفكر أروح أشتغل مع العمال أو مع الفلاحين بالأراضي الزراعية. أمام هذه الأزمة في بلدة المزيريب يغيب دور حكومة النظام نحو المساهمة بتقديم حلول تنهي الأزمة التي خلفها جفاف البحيرة. على العكس يبدو بأن هناك إهمالا متعمدا تجاه معالم ريف درعا الغربي التي لم تشهد تحركا حقيقيا.